وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية، عقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من اللقاءات، حيث التقى نظرائه بمدغشقر وإفريقيا الوسطى وجنوب إفريقيا. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره الإماراتي والقطري، وقام بجولة تفقدية لأجنحة المعرض. على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 2023، والذي تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في المدة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر الجاري، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق راكتواري جونا جوسوا وزير الدفاع الوطني لجمهورية مدغشقر، يرافقه اللواء سافيلو لالا مونجا ديلفين رئيس أركان الدفاع لجمهورية مدغشقر، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما التقى القائد العام للقوات المسلحة بالسيد رامو كولد بيرو وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء بجمهورية أفريقيا الوسطى، والسيدة ثاندي روث موديسي وزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب إفريقيا، حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ركن مهندس عيسى سيف بن عبلان رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق ركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها في المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض، اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.